كشفت الدولة على مسرح جريمة اغتيال لقمان سليم من أفائدة. أحد الخبراء وصفه بأنه كان مسرحا سائبا لا ينم عن حرفية في التعاطي مع هكذا نوع من الجرائم، وكأن دولتنا استسلمت لأمر واقع ما. في حكي أنه التعاطي كان متأخر وأنه في ناس وصلوا على مسرح الجريمة قبل الأدلة الجنائية وقبل القوى الأمنية. هلأ هذا شيء بيصير، شيء طبيعي، ما بدي أعلق على الموضوع ولا بدي أنتقد القوى الأمنية على اللي عملته بغياب معطيات. ما شاهدناه كان عملية، كأنها عملية ربما تقطيع لإجراءات ما بطريقة لا يعني تمت إلى الجدية المطلوبة بصلة. أنا أعتقد أنه هذه الجريمة يعني ستضاف إلى سابقاتها من جرائم لم يعني يكشف النقاب عنها، وهي كل الجرائم المتصلة بالاغتيالات السياسية. مطرح ما تم اغتياله منطقة معروف مين السيطرة عليها، مين اللي عنده السيطرة على هذه المنطقة من ناحية أمنية ومن ناحية سياسية ومن ناحية الحضانة الشعبية. كل ما جرى هو محاولة شكلية للقول أن هناك فعلا محاولة للتحقيق بهذه الجريمة. يعني كما قلت هذا مسرح جريمة يمتد لعشرات الكيلومترات، كان يجب أن يكون هناك ربما عشرات بل مئات من رجال الأمن والمحققين الذين يتعقبون الكاميرات، يعني يستحصلون على كل الدي في آر للكاميرات الموجودة على المسلك، بحاجة إلى مواكبة صحفية للقول أنه تم ولا مرور هذه السيارة في الساعة الفلانية في المنطقة الفلانية، لكي نشعر أنه هناك عمليا تضييق لدائرة الاتهام والشبهة. أنا أعتقد أنه كل لبنان ربما أصبح مسرح جريمة لا يجد فعلا من يجمع الأدلة فيه. كل اللبنانيون مستهدفون ولبنان مستهدف، والجريمة السياسية في لبنان مقبلة على تطور دراماتيكي. أعتقد في امتحان للدولة اللبنانية، تقلنا مين قتل لقمان سليم؟ من قتل لقمان سليم؟ هل يا ترى سيخرج القضاء يوما ليصارحنا بهوية القاتل؟ هل تعتقدون أننا سنشهد هذا اليوم؟